مشاهدينا الاوفياء، مشاهدي قناه شوف تيفي، ما كنتم انا مرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينه الدار البيضاء. شركه عالميه لنقل البضائع او لي كونتينر سميتها اركا، فقل فضيحه كبيره بسبب هاد لي كونتينر غير صح الاستعمال، والضحيه ديالها هما عدد كبير من الشوفرير، لانه الشيفور كيجي للديبو كيهز الكونتينر فوق الكاميو عامر بالسلعه وما عندوش الحق يحلو ولا يقلبو من الداخل. فاش كيمشي كيحط السلعه وكيرجع للديبو ولا كيرجع الكونتينر كيبقاو يقولوا ليه راك سببتي مشكل وسط الكونتينر الداخل، راك هرستي من الداخل، رغم ان الشيفور ما عنده حتى شي علاقه بهذا الشيء. كاين اللي كيصرف من جيبو، كاين اللي كيخليو لي الكونتينر فوق الكاميو وما كيخليوش يكمل الخدمه ديالو. فبزاف الشوفرين واقفين هنايا على قبل هذا الشيء اللي واقع وبغاو الحق ديالهم، يعني كاين السوق ولكن المشكل ديما واقع عليهم مع هذه الشركه هذه اللي اركا واللي هي شركه عالميه. سيدنا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام خويا العزيز، شنو واقع خويا؟ اش غنقولك اخويا، الناس ديال اركاس خويا كرفسونا، عندنا واحد المشكل، عندنا معاهم نقول لك جنوقات 10 وفوق. خويا عندي البيتان ديالي صيفط الكاميو، ها هو صيفط الكاميو غيمشي خو عند كليان، ملي مشى غنحطو عندي انا البيتان فيها المرصق، مشى للمرصق قالوا لي هاد الكادر مصدي حالة مهملة، قالوا لي سير الديبو. جا الديبو هنا 20 كيلومتر، حنا ما حسبناش عليهم ماشي مشكل، واخا ضايع عندنا حنا النقاله. مني جا هنا دار لي الكونترول الشطابه قلبو مزيان دخل، من تتفاجئوا كلقاو هنا واحد القانون داروه جديد، هز الكونتونير يتقلب من التحت. خلنا لك بالله، واش انا مربي سرق الزيت هنا ندريسي باش يقلب لي التحت؟ هذاك الشيء ما سوقيش فيه، ما سوقيش فيه وما عنديش به شي علاقه، ما عنديش به حتى علاقه. عيطي يا الشيفور قال لي راني خرجت، انا كون قال لي في الاول راني خرجت غنقول لي بقى تم، في الاول كون بقى علمني بعد ما نقول لي بقى تم. خرج تصاد المسؤول ديالو، لحت ليه التصاور قلت ليه فك لي هذا المشكل قبل من الصباح ما نجيب المسؤولين، عندنا حنا النقابه ديالنا، عندنا الناس مسؤولين علينا، راهم الاخوان كلهم هادو، هادو ترونسبور، هادو كلهم نقابه. وها سعاده القايد جاي، ها المسؤولين الكبار جايين، وديك الساعه غنديروا معاهم حل. وكنطالبوا بعدا هاد الديبو بعدا مكري لشي خمسه كومبانيات ولا سته، وحنا كنطالبوا باركاس بعدا داير مشكل هاد الكومبانيات اللي معاه، هو اللي يدير المشكل، اما الكومبانيات الاخرين ما عندناش معاهم مشكل. ما كنخدموش مع اركاس، كنخدموا مع لي كومباني كاملين. المشكل فين كتلقاو؟ كنلقاو في اركاس. حنا دابا كنطالبوا باركاس تخرج من هنا تمشي تقلب على راسها في ديبو اخر، تخلي الناس بحال دابا، الناس هادو راه ماشي كلشي كاركاس، كاين اللي عندهم كومبانيات اخرين غيحطوا. ويو اخو تكلم اخويا راشد. انا اخويا رشيد. السلام عليكم، كنوجهوا التحيه للاخوان كاملين كنقاله ولا كهيئات نقابيه. حنا بالنسبه لينا كنعانيو مع هاد الشركه ديال اركاس، هاد المعاناه اللي كنعانيو، هاد الشركه ديال اركاس كتلعب بالحاويات اللي هاد الحاويات اللي قديمه بزاف، غير صالحه للاستعمال، لان هاد الحاويات الا جيت وطالعتو بالتاريخ ديالها غتلقاوها من 1980، استغفر الله العظيم من الكلمه هادي واقيلا كاع، فهمتيني. المهم هاد الحاويات قدام، هاد الحاويات كيتستعملوا بزاف ياك، والوجهه ديالهم كتكون هي المغرب ياك، حيت ما كيقبلوش عليهم شركات اخرين، كتكون الوجهه ديالهم هي المغرب ياك، باش كيكونوا بواحد البري طيح، هذاك البري كيمشي كيشدوا ذاك الكليان، كيدخل المغرب، ملي كيدخل المغرب هذاك النقال هو اللي كيتحمل المسؤوليه ديال هذاك الكونتونير. حنا ملي كنشارجيو ذاك الكونتونير حنا ماشي مسؤولين عليه، مسؤول عليه ذاك الكليان اللي شارجا فيه ديك السلعه، كنشارجيو حنا ذاك الكونتونير ملي كنمشيو كنخويو، ملي كنجيو هنا للديبو باش نحطوا الخاوي ديالنا تيقلبوه هما، كيلقاو كابوسي، كيلقاوه مضروب، ملي كيلقاوه مضروب كيحملوا المسؤوليه النقال، كيقولوا لي غتخلص واحد البري، هذاك البري اللي غنخلصو ما يمكنش ليا، انا هذاك الكونتونير شيطا ليا فيه 200 درهم ولا 300 درهم اللي شيطا ليا فيه، واحد شويه كيقولوا لي لا خصك تخلص، كيضيع ليا النهار ديالي. انا راه ما رابح والو. كيخلص هذا الشيء؟ نعم. كاين اللي يخلص فيكم الغرامه؟ وما اكثرهم،
ما اكثرهم واخا قبل ما تطلعش الكونتر قبل ما تطلع الكونتر ما كيبانش لك راه مضروب من برا ولا ضربه كيدير انا ما عنديش شوف شوف انا ما عنديش انا ما عنديش الحق هاك هاك السي شعيب تكلم السي شعيب تكلم السلام عليكم دابا انت تشوف بهذا الباب هذا بعدا كندخلوا لهاد الكاميوات هادو كامل كيدخلوا لهاد الباب هذا ملي كيدخل لهاد الباب ماشي باش تشوف الله يرحم الوالدين ندير صور يكون شي باين دابا الكاميو ملي كيكون داخل باش يخرج انت الاطراس ديال الكاميوات بارشوت ملي كيضرب هنا صافي كيبقى هنا البارشوت شحال من كاميوات هنايا من كدي ديباناج من كيمشي خاصو يمشي على الطول ما خاصوش ما خاصوش يمشي يتحرك حتى كيصاوب كاميو ديال الاطراس عندنا خسائر وملي كتكون الشتا كتكون ضايع هنا الحفاري والله ما تدوز وما كان عندك بوط هنا راه ما تدوش هما سدوا الباب كاع باش الشفيراي ديالهم كنجيو كيبقاو عندهم كافالي خاسره ولا قروه خاسره كيبقى كاميو نهار باش يهز كادريكس انتوما حاولتوا تواصلوا مع المسؤولين ديال الشركه والو دير لنا بلوك اخويا انا كنجربها هو السي حسن اركاس هو انا دير لي بلوك باش كنصيفط ليها الصور ديال الكوادر ديالهم باش يعطيني ميساج عليهم هما شوف ودير لي بلوك انا نعيط ليه دابا انت شوف الله يخليك باش يكون داكشي واضح حنا راه ما تنكذبوا ما تنزيدوا ما والو انا نعيط ليه هو دير لي بلوك ما يصونيش هذا هو اللي كيفكر المشاكل ديالنا ونسقوا على الزباط ونسقوا على هذا السيد هذا راه قاعد داير لنا هاد الناس كيجي بعد الناس شحال عام انتم كتعملوا بزاف بزاف من نهار بداو من نهار بداو فوقاش بدا المشكل ديال هادشي بزاف من نهار بدات هاد الشركه من نهار بدات هادي شفتوا معاهم في المشاكل من نهار بدات اخويا شنو مطالب ديال هاد الناس حنا بغينا يفكونا يجي كادر يحطوا للناس وصافي وما عندنا مشكل حنا ابدا حنا يجي كادر يتخوى من عند الكريان يجي لعند الناس يحطوا لنا نمشيو بحالاتنا حنا ما عندناش مشكل يبداو يقولوا لنا لا حق هذا متقوب كيجي بطورنوفيس وكيقلب على الصدق كيتقاب لك كادر ويقول لك هذا متقوب تسنى تيجيني ميساج واحد السيد هنايا كيجي كيمشي مع 12 يعني كيمشي مع 12 الغدا كيجي حتى للثلاثه ملي كيجي شي فور عنده كادر اوندوماجي كيقول لي تسنى تيجي السيد من الغدا ملي كيجي السيد من الغدا كيصيفط للسي حسن اركاس في الاداره ديالهم ما عرفت في المدينه ولا فين كيصيفط لي ميساج الاخر ما كيجاوبو حتى للثلاثه الربع يعني كامل كيجي من الصباح كيدوز النهار واخا راه شي ناس مسؤوله نعم سيدي راسه ولا المسؤول يدخل لكم في هادشي بحال ولا جوادي هو المسؤول على هادشي هذا السي حسن هو اللي عاطينا هو زعما نهضروا معاه ونقول له ودي انت راه عندنا مشكل في كادر ولا شي حاجه داير لنا كلشي بلوك انت نجربوا كاع السلام معكم بخير معكم محمد برداد كاتب العام نقابه ديال الميناء الله يخليكم احنا عندنا المشاكل دابا في هاد اركاس كلشي دابا كتشوف الكادر كتلقى بحال هاد الكادر هو قديم ما عندك الشقه ولا ديك الوسخه اللي كاينه في الكونتينر كيقول لك لا خاصنا نتفاهموا على تنجاوبوا تجاوبنا الاداره وحنا ما مسؤولينش حنا كنهزوا كنوصلوا كنجيو نحطوا كيجي يقول لك لا سيدي هذاك الوسخ اللي كاين تما ما خصوش يبقى هذاك التكريطه ما خصهاش تكون هذا واش حنا عالمين عليه واجي من المرسى بحال هكا وحنا نمشيو نصوبوا ليهم ونعاودوا نصوبوا وكيبقاو عاوتاني واحد المشكل كيشدوا حتى الكليان كيبقاو يشدوا يعصروا فيه باش يخلص مليون ونص ديال الضربه كلشي كيشدوا هو ساكوسيو انت ملي شاد لي هو ساكوسيو علاش شادني انا تحط لي الكادر وسلم منك الكليه يعني الضحيه كيكون الله يرحم الشيفور الله يجزيك بخير الله يرحم الوالدين ديما عندنا مشاكل مع هاد اركاس رانا دابا حنا كنا عند القائده حنا غنطلعوا عند الوالي على قبلتش حنا درنا فيديوهات وغنطلعوا عند الوالي غنطلعوا عند ميدي على قبلتش هذا خلوقات بزاف اللي جا اللي كيعطيك الدوسي كيقول لك سير خرج ديال اركاس كنبداو نخمو فيه امتى غنحطو الخاوي امتى غنخدمو امتى غنجيو يعني دابا الكاميوات باقي معلقين بهذا الشيء الكونتينر كلهم ما غينزلوش وغنبقاو واقفين دابا شنو السبب ديال هذاك الكونتينر؟ هذا الكونتينر كيكون عنده غير حاجه قلت لك بحال هذاك الدغيط راه هذاك الصدى هو مصدي قديم وكيقول لك ما نحطوش فيك راه بزاف هادشي علاش تصوبوا من جيبك كتبدا تصوبوا من جيبك واش انت خدام بكادر غادي بيه ب 700 درهم كيقول لك المازوط فيها 400 درهم كنعطيه الشيفور 200 درهم وكاش كيبقى لك انت وتجي تصوبوا من عندك انت راه ماشي موج راه كاين الناس كتعاني بزاف هادشي وعندنا مشكل عاوتاني هاد الناس هادو لي كومباني كلهم كيبداو مع السبعه هادو كيبداو حتى التسعود وكيسالوا عاوتاني مع 12 وما كيبداو حتى الثلاثه وكيسالوا مع الخمسه لي كومباني كتسالي مع السبعه كتبدا مع السبعه وكتسالي حتى السبعه العشرين الثمانيه ملي كيبقاو الزعام كيبقاو حتى 10 الليل ملي كيشوفوا الكميت كاين حتى كيخولي ماشي كيمشيو بحالهم هادو لا كيوصل الوقت كيسدوا الباب كيخلوك هنا من شهور كيوصل الوقت ديالهم هادو الناس ما منظميش الوقت ديالهم واخا شنو تقول المسؤولين ديال شركه اركاس انا كنطلب من العميل كنطلب من الوالي السي الوالي كنطلب منه يجي يدير واحد المعاينه هنا ويشوف هاد الناس هادو راه دايرين الفوضى هنا راه ما كيحترموش الوقت ديالهم ما كيحترموش السلام عليكم
كما كتشوفوا معنا المشاهد الكرام، هذه الشركه هذه اللي دارت بزاف المشاكل. الناس شوفوا شحال ديال الشوافريه مساكن واقفين هنايا بلا خدمه بلا حتى شي حاجه، ضايع على الفلوس ولا في المازوط ولا شحال من حاجه، والشركه نيبالا. فكنتمنوا ان يدير لهم واحد الحل، لان الضحيه كيبقى هو الشيفور في هذه القضيه كامله. الى هنا المشاهد الكرام وصلنا الى نهايه البث ديالنا، شكرا لحسن متابعتكم، نلقاكم بالتاخير ان شاء الله مع موضوع اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.